حرص البابا توادروس الثاني على إدانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في بئر العبد بشمال سيناء، بالإضافة إلى تعزية الشعب المصري في هذا المصاب الأليم، وذلك من خلال تسجيل صوتي من مقر علاجه بأحد المستشفيات بألمانيا. بسم الله القوي، أتقدم بخالص العزاء لكل شعب مصر في أبناء مصر الذين صاروا في عداد الشهداء في أثناء صلاتهم في مسجد الروضة بشمال سيناء. هذا الإرهاب الذي يضرب بشدة وبقسوة ومتخليا عن كل القيم الإنسانية والمبادئ التي خلق الله الإنسان من أجلها، ومتخليا عن كل المبادئ التي عاشت بها مصر على الدوام في محبة وفي وئام، أتقدم لكل الأسر بخالص العزاء، ونعلم أن هؤلاء صاروا في عداد الشهداء. أيضا أصلي من أجل المصابين والمجروحين، أصلي من أجل كل الأسر التي تضررت في هذا الحادث، وأصلي من أجل مصر كل شعبها وكل المسؤولين والقيادات فيها الذين تضرروا كثيرا وتأثروا بهذا الحادث الشنيع. إنه شكل من أشكال الإجرام الذي يضرب في مناطق كثيرة، ولكننا في وحدتنا وفي ثقتنا بالله وفي العمل المشترك من أجل دحر هذا الإرهاب الذي يصيب الإنسانية، هو لا يصيب الشعب أو الأرض، هو يصيب الإنسانية في مقتل. وأنا واثق تماما أن الله الذي حفظ مصر عبر القرون وعبر السنين الكثيرة وفي المحن العديدة أنه سيحفظها من كل شر رغم كل هذا، وستبقى وحدة مصر القوية هي السند القوي وهي النموذج القوي لحياة مصر وحياة المصريين. خالص العزاء وكل التعزية لكل أحد. أنا أتحدث من المستشفى الذي أعالج فيه في خارج مصر، ومنعتني الظروف الصحية من أن أشارك بنفسي في هذا المصاب الجلل الذي أصاب مصر.